بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الزملاء، أيها الإخوة، أيها الأصدقاء، أيها الأبطال، أيها الكرام، بكل الحب بكل الاحترام أحيي كل من أسعد هذه الأمة، أحيي كل من أدخل السرور والفرحة في قلوب هذه الجماهير. العيون تكاد أن تدرك الدموع من الفرح. أن تدرب الدموع من الفرحة. الجماهير الحاضرة في هذا المكان تغمرها الفرحة، فرحة عظيمة لا يصدقها المشاهد. أخواني المشاهدين، نحن الآن على قمة المرباخة. الدخلة كما تشاهدين في المجال. ونحن اليوم كبير، هذا اليوم عندنا يوم تاريخي. أيها الخيرون، أيها الداعمون، أيها المتبرعون، أيها العاملون، أيها المشاهدون في هذا المشروع، وكذلك في مشروع جبل مطحن، وكذلك في مشروع اخواننا في جبل مطحن. نعم، اسعدتم الوطن، اسعدتم الوطن، وقفتوا جميعا من اجل خدمته، وفتحتم امام هذا المواطن المحروم الدنيا باكملها. اسماءكم الذي معلنه، الذي أعلنتموها ودعمتم في هذا المشروع، كتبت في صفحات معلنة بالتبرع لصالح هذا المشروع، كتبها الله لكم في صحائف الحسنات. نسأل من الله العلي العظيم أن يتقبل منكم يا خيرون ويا أهل الخير. بالفعل أنتم الخيرون، أنتم الكرماء، أنتم الخيرون، أنتم الكرماء. لكم منا جميعا التحية، ومن كل المواطنين والاحترام والحب، ودعواتنا تتابعكم أينما كنتم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الطويلة تحرك من مرقيد حمود إلى شاطئ الراحة. شوفوا 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 ما شاء الله، هذا منجز عظيم. لا اطلع اطلع، روح اطلع اطلع اطلع.